لبيك يا الله نتوف الكعبة ونشرب من زمزم ونسأل المولى لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. نحن الآن بإذن الله سنذبح البقر والغنم بإذن الله. هنا ثلاث بقرات. This one for الشيخ عبد الله الراجحي. This one for الشيخ عبد العزيز الراجحي رحمة الله عليه. وهذا أيضا لوالدته عائشة بسليمان الراجحي رحمة الله عليها. وهذا الشيخ عبد الله هنا لداخل عبد الله. هذه الثلاث للشيخ عبد الله الراجحي. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. جزاك الله خير يا شيخ عبد الله، ستدخل السرور على قلوب هؤلاء الناس. جزاكم الله خير. بسم الله والله أكبر. 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 إن شاء الله الأضحية للشيخ عبد العزيز بن صالح الراجحي والد الشيخ عبد الله. بسم الله الله أكبر. شيخ عبد العزيز الراجحي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الله اكبر. 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 بسم الله هذه أضحى الشيخ عبد الله الراجحي. نسأل الله يتقبل. هذه أضحى الشيخ عبد الله الراجحي. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. شيخ عبد الله. الشيخ عبد الله. قل بسم الله والله أكبر. تقبلها من عبد الله عبدك عبد الله الراجحي. اللهم منك إليك منك وإليك. ونسأل المولى هذا يا شيخ عبد الله عن والدتك الله يرحمها عائشة الراجحي. هذه أضحية الوالدة غفر الله لها وجزاك الله خير. هذه الأولى الأضحية الأولى. الله يتقبل. نسأل الله يتقبل. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك